جت ويا انا الفرضان. اليوم جبنا هاي الكلبه الحلوه وهاي شو اسميها؟ اي محمد، هاي الكلبه حلوه بس شو اسميها؟ يلا خل فكر باسم هاي الكلبه الحلوه. يلا فكر انت ويايا محمد. لقيت اسم. اي رمضان، شنو الاسم؟ محمد نسميها لوسي. لوسي؟ اي حلو، خوش اسم. محمد انا عجبك بالاسامي. انت دائما عاجبني، انت من ناويك اسمك لوسي. محمد انا هروح اجيب ماي واكل لوسي. تمام رمضان، نروح اجيب ماي واكل لوسي، انا راح اضل يم لوسي. تمام يلا روح. اوكي محمد يلا هنروح. حمود شلونك؟ هلا رمضان، تفضل، ايش رايك؟ حمودي جبنا كلب نريد لها اكل. تريد اكل للكلب؟ يسوى الكلب مالت من؟ هي رفيه اسمها لوسي، هاي مالت مهند. قلت له مال مهند، بروح للبيت وانا اجيب لها اكل لوسي. تمام حمودي. مهند جايب كلبه جديده وانا اطلب اثار قديم. انا علمك مهند، احسن شيء اخذ هذا السم اللي جبته للبزونه واخذه اروح اسمن بيه كلبه مال مهند. شو ما جبت الاكل؟ وين الاكل؟ هسه عمودي جاب الاكل لوسي. ها رحت لحمودي قلت له راح يروح يجيب اكل. اي مهند. ما طول هيك، خلينا نروح نقوم نغسل ايدينا ونرجع لها. يلا قوم رمضان. اي مهند يلا قوم. يلا لوسي ظل هنايا. خلي حطان السن بالماء مالتها حتى تسمم وتموت.